بلشت كنت لعب طويل، لعب بضيعه قبل ما انزل على الجامعه بيروت. وبس نزلت على الجامعه تعرفت على فريق الركض بالجامعه، ومنهم تعرفت على نادي الشامبيونز، هن اللي بلشت معهم اول شيء. زي كان عمرك؟ كان عمري 18. ركضت اول شيء 400 على 56، وصرت نزل شوي شوي معهم. بعدها بشي سنه تاهلت على الالعاب الفرنكوفونيه، كان عندي وقتها 49 على 400، عمري 19. وكيف صرت لنادي انتر ليبانون اي سنه؟ بال 2020 نقلنا على انتر ليبانون، وبعدها بشي سنه بلشت تمرين مع الكوتش محمد تميم. وبعدها بفتره صغيره يعني بلشت عمل اوقات حلوه شوي تحت 48 على 400، بس سير يعني كسرت. هلا 2022 اولها بلشت شوي صعبه، يعني ركضت تقريبا 5 سباقات على 42، بس اخر 3 سباقات بالموسم يعني اللي هن بطولتين لبنان والميتنج قبلهم بلشت انزل تحت 48، ورجعت لما كسرت الرقم. فبشكل عام كانت سنه حلوه يعني، اولها كان صعب اخرها كان حلو، هذا المهم يعني. ودرت كانت اول مره بحياتي بربح بطوله لبنان الفرديه، كانت بال 400 متر.